احنا طبعا يعني كان نفسنا الجمعيه تجتمع. الميزانيه ميزانيه لم تسبق في تاريخ النادي، ما بين فائض ما بين رقم ما بين كل حاجه. عارضين النهارده فيلم وثائقي عن النادي وما حدث في خلال السنه اللي فاتت، انشاءات، نتائج، في حاجات كثيره جدا. كان نفسنا الاعضاء تشاركنا، واحنا عملنا اللائحه اللي لائحه النظام الاساسي عشان الناس ده شجعها تيجي. يعني الناس جت في اللائحه، بس هم برضو نرجع نقول ايه، الناس لما بتجيش هي حاجه كويسه وحاجه مش وحشه، بس الحاجه الوحشه ان هم ما بيجوش. عايزين نشوفهم، عايزين نناقشهم، وعايزين يقولوا لنا ارائهم. احنا يعني ما تفتكرش ان احنا مبسوطين، احنا مش عاملين حاجه غلط ولا حاجه، الدنيا ماشيه كويس والحمد لله. عايزين الناس يجوا تناقشنا وتقول اقتراحاتها وتقول وتنتقدنا كل حاجه، ما دام احنا في حدود اللوائح وفي حدود اللي اتعودنا عليه جوه النادي الاهلي، ما فيش مشكله خالص. انما كل الناس ما بتجيش وهي حاجه هي مش كويسه، ولكن بنقول انها ثقتها في مجلس الاداره انها واثقه في ادائه، راضيه عن ادائه. انما لو الناس مش راضيه كانت الناس جت واعترضت. فهي انما احنا بنحب ان تبقى دي زي ندوه ما بيننا وبين الساده الاعضاء، وان شاء الله يعني دايما النادي الاهلي في تقدم، ونتمنى كل الشفاء للكابتن محمود الخطيب اللي ان شاء الله كده يعني على اول الاسبوع الجاي يكون موجود ان شاء الله.